ورجعنا لكم بعد الفاصل. معانا الشيف طبعا مكمله. كملي يا شيف، معلش يا جماعه بس كنا حصل كده دروب بسيط. اتفضلي. انا حطيت الزبده وحطيت عليها معلقه زيت عشان ما تتحرقش. هحط دلوقتي مكعبين مرقه خضروات. انا عايزه اسالك في الموضوع ده، موضوع المرق، لو انا يعني في ناس تعملها بشوربه صح؟ مش لازم عادي. بس احنا عشان عاملين الرومي مشوي فعشان كده حطيت مرقه. ومعايا شويه فلفل اسود مش كتير عشان ما يغمقش الرز. ومعايا الملح برضو مش كتير لان الشوربه فيها ملح. هو الميجي اصلا بيحدق الحاجه جدا. هنقلب بقى، هنشوح كل التوابل دي لحد ما ريحتها تطلع. الكركم اخر حاجه لانه بيتحرق بسرعه، يعني اول ما نحط الكركم هننزل على طول بالرز. هنحط دلوقتي الكركم ومعانا 3 كوبايات رز ورا الكركم على طول عشان ما يتحرقش. هنقلب وبعد كده هنزل بالميه السخنه. الرز البسمتي كل كوبايه بتاخد 2 كوبايات ميه. شيف انا عايز اسالك على حاجه، هو اصلا بيقول يعني اسمع او يعني انا نفسي بعمل كده، الموضوع اللي بيقول لك لازم الرز البسمتي بيتنقع اصلا قبليها بنص ساعه صح في ميه دافيه صح؟ بس ده مش كل الانواع، هو في نوع معين فعلا بيتنقع لكن مش كل الانواع. انا ده بجيبه بستخدمه كده. ما ده نوع ايه بقى؟ انا عاملاه في النسخه اللي هنقدمها وهتشوفوه عامل ازاي. تمام. هنحط بقى دلوقتي الميه السخنه. انت طبعا لو مش عارفه في البيت بالتقريب هتحطي كل كوبايه رز عليها 2 كوبايات ميه، بس انا يعني هقدرها كده. لا بقى خلاص انت محترفه اصلا يعني بتعايري على طول. تمام. وبعديها بقى خلاص بنحط خلاص. صح كده هنغطي بقى على الرز. اول ما يتشرب هنوطي عليه زي الرز العادي جدا لحد ما يستوي. طيب يا شيف هنشوف الشكل النهائي. تمام. هوريكم يا جماعه دلوقتي الشكل النهائي للاكله الجميله، بس انت هتستنيني عشان هاكل معاكي بعد الحلقه. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين الصينيه اهي. تمام زي ما انتم شايفين اهو الرز والكركم مدي اللون الاصفر اللي انت بتقولي عليه. ايوه اصفر جدا يعني مفيش بعد كده. بس والمكسرات بقى اللي على الوش دي انت بتجيبيها عادي تشوحيها في شويه زبده وفلفل اسود وملح بس. تمام شكرا ليكي يا شيف. حبيبتي ربنا يخليكي. نورتيني. طيب دلوقتي بقى معايا فقره ثانيه خالص وحاجه مختلفه وموهبه مختلفه جدا. بيقول ان بعض الشعراء بتكتبهم القصيده وبعضهم الاخر هم اللي بيكتبوا القصايد. قلتها لكم بالعاميه يعني عشان انا في البرنامج ما احبش اتكلم قوي بالعربيه الفصحى، وهي اصلا شاعره اللي معانا. الشاعره دي بتكتب الشعر بالعاميه، انا بحب اكتر حاجه بحبها. بصوا يا جماعه، هو الناس الايام دي او بتواكب العصر ده شويه بيحبوا الحاجه تبقى مبسطه لهم اكتر او بالعاميه اكتر، لان شويه الجيل ده بقى جيل سريع يعني. فمعانا دلوقتي ضيفه هتعرفنا بنفسها وهتعرفنا بشعرها وهنتكلم معاها في كل حاجه. اتفضلي. انا اسمي مريم محمد، انا مركز العياط محافظه الجيزه. بصي يا مريم كاميرا كويسه. اتفضلي. انا اسمي مريم محمد مركز العياط محافظه الجيزه، حاصله على ليسانس شريعه اسلاميه جامعه الازهر. حاليا بشتغل رئيسة قسم جودة في شركة النيل للملابس في مركز البدرشين عندنا. بكتب في القصايد او في الشعر عموما، انا احب اكتب بالعامية لان هي الى حد ما بتوصل القلب بسرعة. بالزبط. ما بتكونش مكلكعة او معقدة شوية. بالزبط. فبتمس قلب اي حد على طول. بصي يا مريم، انا من الناس اللي لسه بقول مقتنعه بده في ايه، احب جدا اسمع حتى لو حد بيبقى يعني بتاع دين او داعي او كده، اكتر حاجه بتوصل للقلب فعلا. اقول يا جماعه المعاني لما انت تيجي تتكلم بصعوبه للناس الحد اللي قدامك ممكن ما يفهمش، فلازم تكلم كل الطبقات بحيث اللي قدامك ما يبقاش الكلام صعب عليه. بالظبط بالظبط. عشان كده يا مريم انت نورتيني، عايزه بقى اسمع منك يلا كده حاجه. حبيبتي تسلمي. هو انا عموما بكتب رومانسي وحزين، بس انا بميل للحزين اكتر لان غالب مجتمعنا عموما حزين. مصر كلها دراما. مصر كلها دراما. طب تقول لنا حاجه؟ اكيد طبعا. اتفضلي. هي القصيده ديت حالة حب، اسمها حالة حب، أنا كتبتها. هنبتدي أقولها. اتفضلي ابتدي. عدى أيام وشهور قابلت شخص وحبيته،
وبقى نور عيوني وفي قلبي كمان حطيته. والله لو ينفع كنت عملتها وعن عيون الناس خبيته. الحب دي كلمة قليلة علمني ناحيته وحسيته. أنا هبدأ أحكي عنه. حبيبي واد أمور ستايل وشياكة ولكنه راجل ومش فرفور. أحاول ألاقي كلام يوصفه ومش هلف كتير ولا دور. أنا لو اتسألت في يوم عنه بقول ده اسمه في قلبي محفور. مكانه في قلبي أكيد ولو حتى ما بيني وبينه مليون صور. بحس وأنا معاه إن طايرة فوق السحاب وأيامي معاه أنا وسرور. من يوم ما قابلته وعرفته وحياتي ملاها النور. يا رب تجمعنا في حلالك ده هو كل الحاجات. واجعله يا رب عوضي وأنا عوضه عن كل اللي فات. هو بيقدر يحتويني لما يبقى الليل طويل. هو من يوم ما قلبي شافه خلى كل شيء جميل. هو بريء صريح وواضح. هو حقيقي في حياته ناجح بس حزن عيونه فاضح. وقال لي الكلام بجد جارح. واللي بيحب اكيد بيسامح. كان عايز يبعد عني رغم انه فيا سارح. كان خايف يقرب مني والنهايه اننا نتفارق. قربت منه ووعدته اني اكون جنبه وان عمري في يوم ما فارق. وان مهما طريقنا طول مش هنلاقي في اخره ما فارق. ثم هاخد نفسي واسكت. لا وطول في السكات. ثم هقول حبيته فعلا. لا عشقته للممات. ثم هنسى كل ماضي واحرق كتاب الذكريات. هو كان حقيقي عوضي في الحياة عن كل اللي فات. رجع لروح الحياة وكمان لقلبي الدقات. في حاجات كتير في قلبي تتكتبش على الورق. ده اللي لما دخل حياتي نور وشي وبرق. ده اللي لما قلبي شايفه كل حزن فيه اتحرق. ده اللي حقيقي بقدر اقوله اني قلبي لقلبك اتخلق. لا يا مريم بصي احنا انا هسيب السكريبت كله وافضل اسمع منك حاجات بجد. انا عايزه اسالكم سؤال بقى يا جماعه بجد كل الشعراء اللي في الدنيا. انتوا ازاي بتحفظوا كل الكلام اللي انتوا بتكتبوه؟ يعني ازاي انت مثلا تبقي كاتبه مليون حاجه وبتعرفي تحفظيها كده وبتفضلي عادي تقوليها ازاي؟ هي مش فكره بتحفظيها هو عموما انت بتعيشيها فبتحسي الحاله دي فبتبتدي تلاقي الكلام بيسرد لوحده منك. ايوه بس ان انت بعديها تيجي تتكلمي ويبقى عندك مثلا كذا قصيده انت كاتباها وتحفظيها ازاي؟ صعب جدا. الموضوع صعب. ما هو الموضوع صعب لو اي حد وخلاص يعني. لكن بالنسبه لمثلا احد هو حابب ده الحب بيفرق في كل حاجه. طب قولي لي يا مريم انت مين اللي شجعك على ده واكتشفتي موهبتك ازاي؟ انا اصلا كنت بكتب في البدايه حاجات صغيره او مثلا ممكن اكتب بيتين ثلاثه حاجات بسيطه جدا. الكلام ده من حوالي 5 6 سنين. بس بعد كده مع الوقت وبمرور الوقت جت اختي قالت لي اختي الكبيره طبعا تحيه ليها ام نور. فجت قالت لي على فكره انت ممكن تكتبي وممكن تبقي شاعره اكتبي وكملي مشوارك وكملي طريقك. فجت بصراحه شجعتني جدا وكانت اخت جوزها بتكتب فجت تقول لي انت كتاباتك جميله. جت اخت جوزها برضو قالت لي انت كتاباتك احسن مني بكتير ليه ما تكمليش. ومن هنا ابتديت ان انا فعلا اكمل وبقيت اكتب. بدل ما كنت بكتب 3 4 ابيات لا بقيت اكتب قصيده وحكايه وقصيده كبيره بس. فالحمد لله برضو شجعتني كتير ان اقدم في برنامج او ان انا اظهر بقى الموهبه. تليكي فتره بتكتبي وبتخزني فلا اطلعي بقى اظهري بقى. فالحمد لله اختي دي بتشجعني جدا. احد الاشخاص برضو معايا في الشغل زمايلي في الشغل ربنا يخليهم لك يا رب تسلمي. منهم طبعا عم وليد اسمه وليد محمد ده عامل عندنا على مكنه في الشركه. ده كان مشجعني جدا لان هو عنده نفس الموهبه. كان يقول لي انت كتاباتك احسن مني بكتير كملي. برضو كان في شخص تاني اسمه محمد صلاح الديب ده كان مشرف زميلي. فمحمد ده كان يقول لي ده بقى كان بيديني طاقه بس باتجاه سلبي شويه. ده كان بيقول لي ده كلام فاضي. انا كنت لسه هقول لك انت بقى سبقتيني. انت ما بتحسيش في الوقت ده يعني في ظل بقى المهرجانات والحاجات يعني احنا بقينا خلاص ان انت ساعات كده مش بتقولي يعني خلاص انا ما دام الموضوع بقى يعني مش جايب همه او ما فيش حد احبطك قبل كده اصلا من أيوة الموضوع ده؟ ايوه زميلي محمد ده كان يقول لي ده كلام فاضي ده ايه اللي انت بتعملي ده ولا هتطلعي ولا هتوصلي ولا اي حاجه. كنت باخد كلامه السلبي دوت حاجه تحفزني ان انا لا انا هظهر وهتشوفي
احلى حاجه البني ادم هو دلوقتي بيشوفني. والله والله بجد انا يعني بحترم جدا اي شخص عنيد، اي شخص بيثبت لنفسه وللناس ان هو هيوصل. انا قلت له هوصل وهيجي اليوم اللي اقول لك فيه انا وصلت. طب انت ناويه قدام تعملي ايه، او ايه الخطوه اللي بعد كده في حياتك؟ الخطوه الجايه ان انا ناويه طبعا ان شاء الله استمر في كتابتي، اقدم في مسابقات، ناويه كمان ان انا يبقى ليا كتاب واثنين وثلاثه، اكتر من كتاب، لحد ما اوصل طبعا رابطه الشعراء الوطني العربي. ياه ان شاء الله ان شاء الله يا رب. والله ما فيش حاجه بعيده عن ربنا صدقيني. اكيد طبعا. طيب يلا تسمعيني طبعا. حاجه تانية سمعكم حاجه بقى بس حزينه شويه برضو. هو انت ما فيش عندك حاجه فرحه خالص؟ هي الاول رومانسيه مثلا، نبدا بقى نقول حاجه حزينه. يلا بينا. الغريب طبطب عليا واقرب قريب وجعني، لا فرح لفرح في يوم ولا من الحزن منعني، لو سمع مني الاه او حتى مت قدامه مش هتفرق، وايه يعني مهما بعد واغيب عنك ما بتفكرش تسال في يوم عني، ولما تشوفني تعبانه تقول لي ولسه بتفرح فيا وتغني، بتتلذذ ليه بتعبي وانا ابقى موجوعه وانت بتغني، يا سيدي حرام عليك ظنيت في قلبك خير وخيبت فيك ظني، تفتخر بجحودك وتقول حرق الدم ده كافي والقسوه دي فني، والله حرام عليك خيبت فيك ظني، بكتم في قلبي ومش قادره احكي لحد وخليت حزني ده فني، بضحك كتير من بره ومن جوايا بموت بتأني، هعمل ايه ما انا حتى الغريب حتى القريب وجعني وما شالش في يوم عني، قدام العالم كله انت اقرب قريب ليا ولكن في الحقيقه انك بعيد عني، وبتضيق عليا حياتي تتحكم كمان فيا وعايزني ليك اتذل، ده لو فاكر ان ده هيحصل يبقى اكيد عقلك مزين اختل، انا لو جراحي جبل وكمان همومي تل، او ماشيه في عز النار وكنت انت الوحيد الظل، انا عندي اموت وانهار ولا اني اعتبرك ظل، ما انا لو شكيت لك همي وحسيت انه بيقل في نفس اللحظه هلاقي على وشك الشماته بتهل، انا عندي اموت بهمومي ولا اني بسكنتك هتقتل، انا الغريب طبطب عليا واقرب قريب وجعني، لا فرح لفرح. بصي هو كفايه على كفايه علينا كده يا مريم عشان انا خلاص بنهار. طيب يا جماعه فاصل ونعود.